اساسا اكبر جريمه ممكن يرتكبها الانسان بحق حاله هو انه يتكيف مع حرب مثل هي. القصص اللي رح نسمعها بعد الحرب ثلاث ارباعها رح يكون كذب، شي منا للمفخره وشي منا للشحاذه، واكيد في جزء كبير للاستثمارات. برعاية وزارة الإعلام وبالتعاون مع شركة سيرياتيل وأبسي للإنتاج والتوزيع الفنية، أقيم حفل تكريم أسرة عمل بانتظار الياسمين والحاصل على جائزة إيمي أوورد العالمية، بعد أن ترشح لجائزة أفضل عمل درامي، ليكون أول عمل سوري ترشح للجائزة والثاني عربياً. طبعا نحن فخورون بما حققته الدراما السوريه بشكل عام، وهذا العمل بانتظار ياسمين بشكل خاص، لكن اريد ان اقول شيئا انه نحن فخورون ايضا بما انجزه الجيش العربي السوري الذي وعد واوفى بوعده بتحرير حلب. بالنسبه للدراما السوريه ومسلسل انتظار ياسمين، ان مشاركه هذا العمل في مهرجان ايمي اوورد وترشحه للفوز بالجائزه الذهبيه هو عمل عظيم ومهم جدا، خاصة في هذه الظروف، لأنه هذا العمل استطاع أن يرسل ويحمل رسالة الكلمة والكاميرا، واستطاع أن يخترق حدود التضليل والتزييف وكشف الوقائع، وذلك بصورة يعني فنية وإنسانية مهمة جدا. وبصراحة هذا العمل يعني هو رسالة سورية إلى العالم، لذلك عندما نكرم هذا العمل فنحن نكرم أنفسنا ونكرم سوريا. وهذا برأيي هذا التكريم اليوم يعني أتمنى أن يكون حافزا لجميع شركات الإنتاج المحلية أن تعمل بجد على إظهار الوجه الحقيقي للدراما السورية، هذه الدراما التي يعني تحارب وبكل الوسائل يعني المعروفة. أهم اليوم من التكريم هو لمة الإبداع اللي عم يصير فيها اليوم، وحقق مسلسل سوري من جديد إنجازات جديدة مثل إيمي أورد. هي الجائزة هي جائزة لسوريا كلها، جائزة لكل نجم لكل ممثل سوري حقق هذا النجاح اليوم على الصعيد العالمي لحتى يأكد ويرفع علم بلاده بالمحافل الدولية. ومشان هيك اليوم أصرت سيرياتيل من إيمانها اليوم بمسؤوليتها الاجتماعية والوطنية إنه نحن نضل واقفين جنب أي إبداع سوري، ولو حتى كان هو الفن مثل ما بتعرفي اليوم الفن هو رسالة، هو أسمى رسالة اليوم عم تنقل الواقع بشفافية. كان عمل متعب، وخاصة بالنسبة للشخصية اللي اشتغلتها أنا، يعني تحديدا هي شخصية بعيدة كل البعد عن حياتي العادية يعني، فكانت شخصية متعبة، حتى في بعض المشاهد أنا كنت أتلبك إنه أديها مثل خطف حرق هيك شغلات. فهي حتى الكاست العمل كلياته كان متبني الموضوع، والمخرج والشركة المنتجة كمان كانت متبني هذا الموضوع، واشتغلنا بتعرفوا كلكم ظروف قاسية يعني أثناء الحرب وأثناء الثلج وأثناء البرد. فعلا فخورين ومعتزين بالشيء اللي قدمناه، كتير مبسوطين يعني، سعادتنا كانت لا توصف، لأنه نحن قدرنا نوصل صوت سوريا لكل أرجاء الكرة الأرضية، وقدرنا نحصل على هي الجائزة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية، فكان هذا شعور يعني لا يوصف صدقيني، لأنه تعبنا ما راح على الأرض، نحن تعبنا بهذا المسلسل كتير، الفنيين الممثلين كل الكادر تعب بهذا المسلسل، أنا بتشكرهم جميعا، بتشكرهم على الأيام اللي مرت معنا وتعذبنا فيها، بتشكر جميع الكل وبتشكركم على حضوركم. يذكر أن العمل من إنتاج 2015 من تأليف أسامة كوكش وإخراج سمير حسين وبطولة عدد من نجوم الدراما السورية، ليكون بانتظار الياسمين رسالة إلى كل العالم بأن مسيرة الفن مستمرة رغم الظروف. كل ما بطلع على الناس قلبي بيتقطع عليهم، وبحس حالي وحدة منهم وهون من هم. طوبى للرحماء فإنهم يرحمون.